مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وصل. اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد على مصر والعالم الاسلامي والعالم اجمع في هذا اليوم العظيم. طبعا نتمنى لكم السلامه ونتمنى ان احنا نلتزم باجراءات الوقايه سواء في التزاور او نقلل التزاور خالص، وده دور مهم. طبعا عودناكم دائما في همزة وصل ان احنا بنتابع لاخر الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الاخبارية وحقيقة هذه الاخبار. اسمحوا لي ابدأ معاكم باحدى الشائعات اللي احنا تابعناها وصحة هذا الخبر. هناك كان احد الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عن التراجع عن شراء القمح من المزارعين وفقا للاسعار المحددة من الوزارة، والحكومة نفت ذلك. فنفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للاسعار المحددة. المركز الاعلامي اوضح في تقرير توضيح حقائق انه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والتي نفت تلك الانباء، مؤكدة انه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقا للأسعار المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محليا بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مشددة على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في إطار دعم وتشجيع المزارعين، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم وهي كالتالي: 670 جنيه للإرداب زنة 150 كيلوغرام درجة نظافة 22.5 إيراد، 685 جنيه للإرداب زنة 150 كيلوغرام درجة نظافة 23 قيراط، و700 جنيه للإرداب زنة 150 كيلوغرام درجة نظافة 23.5 قيراط. معنا للتعليق على هذا السؤال وتأكيد الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي مسؤول ملف مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف تحياته، كل عام وأنت بخير. وحضرتك طيب والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. طبعا بنيجي في اوقات معينه بنسمع مجموعه من الشائعات هدفها هي البلبله، كيف ترد على هذه الشائعه وتاكيدا على ما قالته وزاره الزراعه من فكره ان الاسعار محدده وما زالوا سيشتروا القمح من المزارعين بنفس الاسعار التي تم تحديدها سابقا؟ يعني في الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان هذه الشائعه غير صحيحه على الاطلاق، والا ما كانت الحكومة لتعلن أسعار توريد أعلى من أسعار المعدلة من الأسعار العالمية في القمح المستورد. زي ما حضرتك ذكرت تماما، يمكن الحكومة بتشتري الأرداب اللي هو 150 كيلو بحوالي 700 جنيه. لو حضرتك حسبت الطن المحلي مقابل الطن المستورد من الخارج، نجد أن هناك فارق في السعر في المحلي بحوالي 700 أو 800 جنيه. إذا ما اعتبرنا يعني 700 أو 800 ده أكثر بكثير طبعا من الأسعار العالمية، وبالتالي هناك هدف وسياسة تقوم على تشجيع الإنتاج المحلي من القمح. ده حاجة. الحاجة الثانية أيضا، لو حضرتك تتذكر إنما عندما أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة للقمح وبدأت عمليات التوريد اعتبارا من منتصف إبريل الماضي، يمكن الحكومة تسلمت حتى الآن تقريبا 3 مليون طن من المزارعين، رغم أن باب التوريد مفتوح حتى منتصف شهر 7 القادم. إذن الحكومة حققت أكثر من 85 أو 90% من المستهدف شراءه اللي هو 3.6 مليون طن خلال هذه الفترة. ومع ذلك الحكومة عندما تصل إلى المستهدف شراءه اللي هم 3.6 مليون طن لا تغلق الباب، بل يظل الباب التوريد مفتوحا لأي حد عنده أمس يتم توريده إلى الحكومة. أولا تعلم تماما أيضا أن معدل إنتاج القمح المصري تقريبا حوالي 9 مليون طن. إحنا بنستورد للعيش البلدي، مخصصات العيش البلدي أو العيش المدعم حوالي 6 مليون طن تقريبا، إذا اشترينا 3.6 مليون طن.
إذن كل دي من العوامل الهامة التي تشجع الفلاح المصري على زراعة والتوسع في زراعة القمح، لأنه من السلع الهامة والاستراتيجية بالنسبة للشعب صحيح. المصري. نعم نعم نعم. أستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، مسؤول ملف مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وبعض الأرقام وحقائق حول توريد القمح في مصر من وشراءه من المزارعين. وزي ما أكدنا طبعا أعلى سعر هو 700 جنيه للإردب، واللي هو وزنه 150 كيلوغرام، درجة نظافة 23.5 إيراد. خلونا ننتقل، طبعا كل عام وأنتم بخير. أكيد ترند النهاردة هو عيد سعيد أو عيد مبارك على المصريين وعلى العالم الإسلامي والعالم أجمع. مجموعة من الترندات اللي تابعناها على مواقع الانترنت حول العيد، وأكيد ترند السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون في مقدمة هذه الترندات. اسمحوا لي أن أنا أقرأ عليكم مجموعة من الترندات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقعه على تويتر بيقول: أهني الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين. ولوحة مكتوب عليها عيد فطر سعيد. الترند اللي بعده هيكون لخالد بيومي بيقول: كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك. ماسيف تقريبا: عيد مبارك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم، ومجموعة من صور ضابطات بالقوات المسلحة هم بيسلموا الهدايا لأسر الشهداء وأطفال الشهداء في المنازل. أحمد صلاح حسني بيقول: كل سنة والشعب المصري والعربي طيب، ومناسبة عيد الفطر المبارك، يا رب عيد سعيد عليكم وعلينا يا رب، أمين يا رب العالمين. ومعانا بعد كده علا بتقول: عيد مبارك، عيد وجو حلو ومجموعة من الإيموشنز وصورة لسحب في السماء. شريف محمد بيقول: النهاردة أول أيام العيد، كل سنة وانتم طيبين، وصورة وطبعا مجموعة من الإيموشنز وصورة لعيد فطر مبارك. يوسف كريم: كل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير ومن العايدين، عيد مبارك، وصورة لي وهو بيعيد علينا. وطبعا دي مجموعة من الترندات: كل عام وأنتم بخير، طبعا عيد سعيد على مصر والأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع. ننتقل إلى موضوع حلقة النهاردة، وطبعا هيكون نتكلم على عيد الفطر المبارك والثقافة في عيد الفطر. طبعا احنا متعودين دايما ان عيد الفطر والاعياد بيكون لها سواء الاسلامية او المسيحية في مصر بيكون لها طقوس مختلفة، لكن في زمن الكورونا وتأثير هذا الفيروس اللعين على المواطنين وفكرة الاغلاق والحظر والخوف على حياة المواطن، خلتنا ان احنا السنة دي نغير كثير من طقوسنا، بداية من شم النسيم طبعا عيد الفطر، والله أعلم بقى عيد الأضحى هيكون وضعه ايه، بس إن شاء الله تكون الجائحة خفت شوية، لكن ما زلنا في إجراءات السلامة، في إجراءات الحفاظ على أرواحنا. وزارة الثقافة بدورها طبعا بعد إغلاق دور الثقافة وغيره تحولت إلى الثقافة الإلكترونية، نشر الاحتفالات وغيره بشكل إلكتروني، واللي بيحب ده يتابع على موقع المواقع. طبعا فكرة البرنامج هتكون اختيار مجموعة من الألوان الإبداعية اللي بتنتجها وزارة الثقافة في مختلف قطاعاتها، وتهدف إلى إبراز دور أيضا القوى الناعمة في التأثير على المزاج والثقافة العامة للشعب، وده دور مهم جدا، ونحن نتحدث عن هذا الدور وعن هذا البرنامج عموما وعن دور الأيدي الناعمة والثقافة في التأثير على المجتمع ونحن في زمن الكورونا. سؤال حلقة اليوم هو كالتالي:
كيف يسمى برنامج وزارة الثقافة الإلكتروني للاحتفال بالعيد في تعزيز القوى الناعمة؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآراءكم ومقترحاتكم المختلفة كما عودناكم دائما. همزة وصل EG على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى تقرير سريع نضعنا في موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. احتفالا بعيد الفطر المبارك، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنه تم إعداد برنامج ثري ومتنوع للعروض التي تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك في البيت الثقافة بين إيديك. وأشارت إلى أن المواد التي تم اختيارها تشمل العديد من الألوان الإبداعية التي تنتجها مختلف قطاعات الوزارة، وتهدف إلى إبراز دور القوى الناعمة في تنمية الوعي وبناء المجتمع، كما تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك. وأكدت استمرار الخدمات الثقافية المجانية التي يقدمها الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وتضم الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض إتاحة تحميل وقراءة إصدارات وزارة الثقافة وترجمات العناوين عالمية، إلى جانب الاطلاع على الكثير من الوثائق الوطنية التاريخية النادرة. ويشار إلى أن برنامج عروض الاحتفال بعيد الفطر ينطلق الساعة 2 ظهرا أول أيام العيد، ويتواصل على مدار 3 أيام، ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال في 2 ظهرا، ثم مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل في الساعة 8:30، وكذلك حفلات لنجوم الغناء في الساعة 9 مساء، إلى جانب مسرحيات للأطفال في الساعة 10:30 مساء، وكذلك حلقات مجمعة من فوازير سينما مصر تبث في 6 مساء. ده كان تقرير سريع حول موضوع حلقة اليوم. كان في بروجرام سريع كده حول ما سيتم عرضه، وخلوني أبدأ. عايزين نتكلم على دور القوى الناعمة ودور التأثير الثقافة على الشعب وعلى المستوى الثقافي بالذات، ان احنا محتاجين في هذا الوقت ان احنا نعلي دور الثقافة وثقافة المجتمع، سواء من الناحية الصحية او من الناحية الثقافية. هيكون معايا عبر سكايب او ماسنجر الاستاذ احمد سعد الدين، الناقد الفني بالاهرام. استاذ احمد، يعني تحياتك، كل عام وانت بخير في البداية. صباح الخير، كل سنة وانت طيب وكل المشاهدين طيبين وبخير، وأول أيام العيد بقى. كل سنة وانت طيب. أستاذ أحمد، يعني في البداية خليني أبدأ، مش هسألك على البروجرام بتاع وزارة الثقافة، خليني أبدأ من رمضان. يعني احنا شفنا طبعا مسلسل الاختيار اللي غير كتير من فكر الناس حول الدراما الرمضانية كما تسمى، ومسلسلات كتيرة علت بالمستوى شوية، ومسلسلات كتيرة لم تكن من ناحية المستوى في, 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 في الحبكة الدرامية. لكن فكرة ان انا اوصل للمشاهد ما يحدث من أبطال مصر في الجيش، من دفاع عن الوطن، وإن هم يشوفوا ما يعانوه هؤلاء الأبطال وإن هم بيضحوا بحياتهم. وكلمنا قبل كده عن دور حرب أكتوبر والانتماء الوطني وغيره. دور الثقافة ودور الأيدي الناعمة في مثل هذه الأوقات الحاسمة للوطن. هي القوى الناعمة متمثلة في الفن عليها دور كبير جدا في تشكيل وعي المشاهد، خاصة في السن الصغير لما بيكون شباب أو أقل، ومش تشكيل وعي بس، في كمان تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. نعم. وإبراز هذه البطولات الموجودة. لو جيت أشوف رمضان هلاقي أن كان عندي مسلسل الاختيار. مسلسل الاختيار عبارة عن دراما توثيقية لسيرة أحد أبطال القوات المسلحة، وهو العقيد أحمد صابر منسي. نعم. هنا يعني كان شيء مهم جدا إن أنا بتكلم عن فترة زمنية قريبة. يعني دايما إحنا لما نتكلم على 30 و40 سنة فاتوا، ممكن إحنا كأشخاص ما كناش حضرنا هذا الحدث، ولكن في مسلسل الاختيار المدة الزمنية كلها ما جابتش 6-7 سنين، فإحنا جزء من الحدث وعشنا ويلات هذه الحوادث الغير طبيعية. هنا بقى
عرفنا ازاي ابطال القوات المسلحه كانوا بيتعاملوا مع الارهاب، وايه الويلات اللي كانوا بيشوفوها، وايه الصعوبه اللي كانت بتحصل، وايه التضحيات اللي كانوا صحيح بيقدموها صحيح بشكل كبير. واعتقد ان الحلقه تقريبا 28 اللي هي ملحمه كمين الفرس دي كانت يعني من افضل الحلقات، لان هي بينت لنا ابطال هذا الشعب ازاي بيدافعوا عن ارضهم لاخر نفس. نعم. كل ده بيتقدم بطريق الفن اللي هو بيوصل لكل طبقات المجتمع، بيوصل للمتعلم ولغير المتعلم، اللي بيقرا واللي ما بيقراش. فمن هنا اقدر اقول ان هذا المسلسل تحديدا يعني اخذ رقم واحد اولا في المشاهده، ثانيا وده شيء مهم صحح مفاهيم كتيره، قدر ان هو يعلي من الروح الوطنيه عند الشباب بشكل كبير جدا. النهارده لو مسكت اي طفل صغير وبتتكلم معاه وبتقول له انت نفسك تطلع ايه لما تكبر، هيقول لك انا هطلع ايه، عايز اطلع ضابط. صحيح. ليه؟ صحيح. لان هو شاف البطولات والتضحيات الموجوده قدامه في المسلسل وازاي الناس بتمجدها، فبالتالي هو عايز يطلع ضابط. اذا هي دي دور القوى الناعمه لما استخدمناه بشكل جيد، بشكل صحيح. يعني قبل طيب كده كنا بنلاقي مسلسلات فيها اكشن فيها مش عارف ايه، لكن دلوقتي احنا استخدمناه بشكل جيد، فعرفنا كويس قيمه هذه القوى الناعمه وتاثيرها على الجمهور. طيب خليني اخدك في 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 خليني اخدك في 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 اطار تاني. القوى الناعمه اصلا احنا بنتكلم ان احنا في الفترات السابقه الناس ما عادتش بتسمع اغاني قديمه، اغاني ام كلثوم، اغاني عبد الحليم، وبنتكلم طبعا خلينا نتكلم على اغاني المهرجانات اللي مش كلها برضو سيء، لكن فيها جزء كبير منه سيء. ذوق الناس اتغير، وبعدين نرجع نقول ذوق الناس اتغير ليه، ونرجع نقول اصل مفيش انتاج فني جيد، ومفيش القوى الناعمه خاصه في السينما وفي الافلام اللي بتدخل كل بيت او المسلسلات اللي بتدخل كل بيت بتعتمد على هذا النوع من الموسيقى مثلا. ازاي نبدا نغير ده، خاصه ان احنا في زمن دلوقتي زمن الكورونا، الناس كلها مضطره تقعد في البيت غصب عنها، فمتابعات الانترنت ومتابعه الافلام والمسلسلات علت لثلاث او اربع اضعاف. هو الحقيقة بالنسبة للجانب الموسيقي والغنائي زي ما حضرتك تفضلت ان في منتشر على الساحة اغاني المهرجانات وغيرها وغيرها، ولكن الناس ما اقدرش اقول ان ده ذوق الجمهور. ليه؟ او الجمهور عايز كده ليه؟ لان لسبب بسيط، هل احنا قدمنا للجمهور حاجة حلوة هو رفضها؟ بالتأكيد لا، بدليل ان برغم انتشار هذه الاغاني او النوعيه او اللون الغنائي الغريب اللي احنا بنشوفه، لما جت وزاره الثقافه خلال الفتره اللي قبل رمضان وعملت اونلاين حفلات الاوبرا والموسيقى العربيه والاصوات الجميله، انا ازعم ان كل الناس التفت عليها. نعم. وقعدت قدام الكمبيوتر واتفرجت. اذا الناس عايزه، صحيح، وبالذات ان احنا بقى عندنا دلوقتي عن طريق الانترنت عندنا احصاء، بقينا بنعرف عدد المشاهدات وعدد واماكن الدخول على هذه غير التلفزيون. بالتاكيد ما احنا عندنا دلوقتي عدد المشاهدات وحاجات كتيره جدا، فبالتالي قدرنا ان احنا نقول لا، الناس ذوقها حلو اهوت وعندها تذوق فني بالنسبه للغناء او غيره، لكن الموجود على الساحه شيء تجاري للاسف. فبالتالي لما وزاره الثقافه بتقدم هذه الحفلات لا، الناس بتقعد لها. طب يعني انت رايك ايه في برنامج وزاره الثقافه للعيد في التنوع وفي اللي بتبثه على قناتها على اليوتيوب، واللي قبل كده جربناه في رمضان وقبل كده جربناه قبل كده من متابعاتك وعدد المتابعات وغيره؟ أنا اعتقد انه برنامج ممتاز لسبب بسيط. لما تيجي هتشوف ان احنا خلاص قاعدين في البيت، مفيش خروج، مفيش حفلات، مفيش اي حاجه، فتيجي وزاره الثقافه تقدم برنامج متنوع من حفلات سواء
قديمة أو جديدة، ومن أصوات مهمة جدا جدا إحنا بنحبها وبنفتقدها، وأعمال بعض زي الفوازير زي سينما مصر زي الكلام من ده، هنا عملوا توليفة جميلة جدا إن أنت لما تقعد من الساعة 2 لحد آخر الليل وأنت عندك جرعة ثقافية فنية جميلة. فمن هنا أنا أزعم إن هذه الحفلات وهذا البرنامج لو استمر لآخر السنة هيغير فيه، أو مش هيغير، هيعدل في ذوق، تعود مرة أخرى الأصوات الجيدة. نعم نعم. طيب سؤالي الأخير ليك، شايف الثقافة في مصر والدراما في الفترة اللي جاية بعد كورونا شايفها ازاي؟ هل فعلا أذواق المصريين هتتغير او مش أذواق المصريين؟ خلينا نتكلم على فكرة الانتاج، هل الانتاج التجاري هيخف شوية والقصص اللي فيها اساءة للمصريين او للثقافة المصرية او اللي هي بتطلع المصريين بشكل او بتزرع انواع ثقافة احنا مش متعودين عليها ممكن تقل ونعتمد بشكل اكبر على الحاجات اللي بتصحح المفاهيم؟ شوف عشان نكون صراحة مع بعض، الانتاج التجاري اللي هو بنقول انه مش حلو او نص نص او غيره او استهلاكي، ده هيفضل موجود على طول. ولكن الفارق، انا لما يبقى عندي مثلا 30 فيلم في السنة او 30 مسلسل في السنة، كان زمان ال 30 مسلسل بيبقوا 30 مسلسل تجاري. في الوقت الحالي انا بشوف بلاقي عندي 7-8 مسلسلات جيدين والباقي تجاري، يبقى انا اخدت مكانة من العنصر التجاري ورحت للعنصر الثقافي. نعم. فبالتالي في الفترة الجاية اعتقد ان الانتاج هيختلف، يعني هتفضل التجارية موجودة ولكن هتقل بشكل كبير، لان اصبح الناس عندها وعي، وكمان الناس بتلتف دلوقتي قدام الحاجة الحلوة. الحكاية ما عادتش والله ده مسلسل يفرقع ويلا، بدليل ان احنا عندنا نجوم الكوميديا خلال ال5 سنين اللي فاتوا اللي ظهروا من مسرح مصر، السنة دي الجمهور اطلق عليهم لم ينجح احد. اذن هناك ذوق معين وموجود للجمهور باسس علمية، لو هؤلاء ما تطوروش معاه لا هنلاقي أعمال جيدة، وهذه الأعمال هتنحصر لكنها لن تنتهي، وده الطبيعي ده على مستوى العالم. صحيح صحيح. أنا بشكرك أستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني بالأهرام، كنت معي عبر ماسنجر، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك. ده كان حوارنا الأول أو اتصالنا الأول وتحليلنا لهذا الموضوع. خلوني أنتقل لتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، نقرأ مجموعة منها قبل ما نحاور، أكيد هتطرح مجموعة من الأسئلة والمداخلات هتساعدنا في حوارنا مع ضيوفنا عبر الهاتف. مجموعة من التعليقات هبدأ بيها بمحمد الطواب إناوي عاشور: عيد مبارك علينا، تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال، اللهم أمين. ثم سوف تسهم مساهمة برنامج وزارة الثقافة الإلكتروني للاحتفال بالعيد في تعزيز دور القوى الناعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك في ظل جائحة فيروس كورونا، التثقيف من بعد خطة بديلة في أيام العيد، بعروض مشاهدات وحفلات جماعية موسيقية وفردية وترفيهية أدخل السرور على مشاهدين. وصراحة السيدة وزيرة الثقافة برنامج إلكتروني حافل لوزارة الثقافة بمناسبة عيد الفطر، تم إعداد برنامج ثري ومتنوع للعروض التي تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك في البيت، الثقافة بين إيديك، خدمات الثقافية المجانية تقدمها الموقع الإلكتروني، ومشاركنا بالموقع ومجموعة من الزيارات الافتراضية. خلوني أنتقل لناهد عبد الفتاح: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير. لابد أن تراعي أننا نعيش ظروف صعبة، وأي نوع من الترفيه هو علاج نفسي ويحتاج من في البيت ومن في الحجر، ويمكن عمل خدمة لشراء الكتب من معرض الكتاب إلكترونيا وكذلك الصحف اليومية والمجلات، كما يمكن عمل سينما مترقلة أطفال يرى أطفال من منازلهم لعرض أفلام الكرتون. دي مجموعة من اقتراحات الأستاذة ناهد. محمود الضوي بيقول: مساهمة برنامج وزارة الثقافة الإلكترونية
يحضرون احتفال بالعيد في تعزيز دور القوى الناعمه، عمل رائع ومجهود وسواعد مشكوره من اداره الوطن في توفير مناخ الكتروني ثقافي اينما كنت لحمايه سلامه الجميع، عدم الخروج من البيت كاجراءات احترازيه في ترسيخ الهويه الثقافيه والحضاريه عن بعد، وزياده تعزيز قيم المواطنه وتفعيل دور المؤسسات الثقافيه، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومه المصريه المتمثل في استكمال بناء الانسان المصري لجيل مصري مثقف واعي بقضايا وطنه يميز بين الافكار البناء التي تسهم في اقامه مجتمع قوي متماسك وغيرها من الافكار التي يتغذى عليها التطرف والارهاب، مع تحقيق العداله الثقافيه وتنميه الموهوبين والناغبين او النابغين والمبدعين وتحقيق الرياده الثقافيه قوه مصر الناعمه ودعم الصناعات الثقافيه وحمايه وتعزيز التراث الثقافي واستمرار تطوير المؤسسات الثقافيه وتفعيل دورها وتحقيق العداله الثقافيه وتنميه الموهوبين والنابغين وتاكيد رياده مصر الحضاريه ودعم الصناعات الثقافيه وحمايه التراث وزيارات افتراضيه للمتاحف والمعارض ومشاهده عروض السيرك القومي عن بعد. معانا ايمن رمضان الانصاري مساهمه برنامج وزاره الثقافه الالكتروني الاحتفال بالعيد في تعزيز دور القوى الناعمه في تعزيز القيم الايجابيه داخل المجتمع، لان دور وزاره الثقافه في اي دوله التثقيف لتقدم الفن بالفكر المستنير والانشطه والهوايات والاعمال الفنيه اليدويه والحرفيه والتراث ودعم القوى الناعمه على الانتماء والاطلاع على الاعمال الفنيه المسموعه والمرئيه والمقروءه من المكتبات الالكترونيه التابعه للوزاره، دور القوى الناعمه في تنميه الوعي وبناء المجتمع، كما تؤكد اهميه الرساله الساميه للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك، لافته الى استمرار خدمات الثقافه المجانيه التي يقدمها الموقع الالكتروني الرسمي لوزاره الثقافه على قناه اليوتيوب، ومشارك معنا لينك لوزارة الثقافة وقناتها على اليوتيوب. دي كانت مجموعة من التعليقات، أكيد في مزيد من التعليقات هنحاول نقراها لكم تاني، إن ما كانش ممكن تدخلوا على موقع على صفحة القناة همزة وصل إي جي على الفيسبوك وتقروا مجموعة التعليقات وتشاركوا فيها. خلونا ننتقل إلى تعليقات أخرى. كاميرا همزة وصل دائما مهتمة بتعليقات المواطنين في الشارع اللي بتقابلهم وبتسألهم على أسئلتنا، خلونا نتابع مجموعة منها ثم نبدأ نعود معكم للتواصل. أنا شايف حاجة كويسة جدا طبعا، لأن العيد السنة دي مختلف عن السنين قبل كده، كان كل الناس بتبدأ من بعد صلاة العيد كله يخرج وينزل ويروح ويجي، دلوقتي خلاص كله قاعد في بيته، فعايز حاجة تسليه، حاجة تستهلك الوقت أو تضيع الوقت، خصوصا لو حاجة ثقافية. فأي حد مهتم بالكلام ده طبعا هيدخل وهيشوف وهيقعد ويتعايش مع الموضوع ده ويستفاد من الحاجات دي كلها، فطبعا حاجة كويسة جدا. يعني أكيد هو برضو الناس، عارف حضرتك أنت دلوقتي الظروف اللي احنا فيها والناس كلها عارف ما بتصدق إن هي تلاقي حاجة مختلفة، حاجة جديدة، فأعتقد إن ده ممكن يساعد كتير الناس تقعد في البيت. دور كبير جدا جدا، وإن هي قامت إن هي تقدر توفر للمواطن الموضوعات ديت والثقافة والحاجات اللي هو كان محروم منها إن هو بيروحها أو ما بيقدرش يتغلب إن هو يروحها، فديت بتوصلها له لحد البيت، يعني ما فيش أحسن من كده حضرتك. أكيد طبعا هيساعد الناس اللي تقعد في البيت وتلتزم في البيت أكتر عشان الكورونا والكلام ده كله، وإن شاء الله يعني الدنيا هتخف وكل حاجة، بس هو أكيد يعني هيلتزم في البيت هتبقى أحسن ليه عشان التجمعات والكورونا والكلام ده. طبعا ده دور كبير جدا من الدولة، والدولة مش سايبة حاجة لما عملتها، بيشجع الناس أكتر إنها تقعد في البيت تتفرج عليها، والالتزام ده يساعدنا كلنا ان احنا نتخطى المرحله دي على خير باذن الله. تجنب الناس ان هم يختلطوا ببعض، يجنب الناس من التجمعات، ودي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجيب كورونا. تابعنا مشاهدينا الكرام، دي مجموعه من تعليقات المواطنين في الشارع على سؤال حلقه النهارده، مشاركتكم دايما مهمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايضا اللي بيقابل كاميرا همزة وصل في الشارع. مجموعة جديدة من اتصالاتنا الهاتفية نحلل فيها موضوعنا بشكل أكثر عمقا، معي الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف، معي أيضا الأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وأبدأ بدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف. دكتور شريف أهلا بحضرتك معايا وكل عام وأنت بخير. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وسعادتك طيب ومصر كلها بخير وسعاده. وانت بالصحه والسلامه. خليني استاذنك بس معلش، ممكن توطي التلفزيون خالص؟
لا التلفزيون انا مطفي تماما. تمام، اصل انا عندي ايكو في السماعة. طيب خليني اسالك على فكر الثقافة الجديد. احنا شفنا طبعا مسلسل الاختيار غير فكر المواطنين عن الدراما الرمضانية، وكنا بنتكلم زمان او من زمان بنطالب طبعا اللي عنده في كل بيوتنا موجود فيها ناس حربت في حرب اكتوبر، من الناس الكبار الجميله اللي بتحكي لنا عن البطولات اللي احنا ما شفناهاش بس سمعناها وكنا نتمنى ان احنا نشوفها على الشاشه. يعني بنلاقي مثلا الحرب العالميه الثانيه لغايه الوقت بتتصور وفيها قصص، حتى لو على جندي، حتى لو على مجموعه صغيره من الجنود. كنا نتمنى نشوف ده. ممكن في الأوقات اللي جاية نشوف ده عبر الشاشات المصرية سواء سينما أو مسلسلات؟ طبعا أنا بشكر حضرتك وبأكد على كلام حضرتك في أن يعني الدراما هذا العام واختيار يعني كل النقاد مش هقول معظمهم ليه مسلسل الاختيار وهذه الملحمة الفنية العسكرية اللي أظهرت بطولات يعني رجالتنا الأقوياء جدا في السينما، واللي أظهرت أيضا معدن المقاتل المصري الشرس إذا ما يعني دافع عن أرضه وعن عرضه، خاصة سينا العزيز علينا. أنا شايف الدراما هذا العام خاصة في الاختيار بتؤكد على أن الخطاب الثقافي المصري والخطاب الفني المصري إذا قدم شيئا جيدا فأعتقد الجميع سيلتف حوله. وعايز أقول أن مسلسل الاختيار كنموذج للدراما الوطنية العسكرية هي كشفت عن جزء من هذه البطولات الضخمة جدا للجيش المصري خاصة في سيناء، واللي ليه تاريخ عظيم جدا في الانتصارات. نعم. وأيضا أعطت عايز أكده أعطت للشباب فرصة لأنهم يشوفوا الأجيال العظيمة اللي موجودة في الجيش المصري وكيف أنها تدافع عن هذا الوطن. ولكن قبل ذلك ربما كنا بنستمع، كنا بنشاهد، كنا بنرى بعض الأخبار، ولكن مسلسلات مثل يعني الدراما الوطنية في مسألة الاختيار بحقيقة الأمر إنها كشفت بشكل لغة البصر، لغة اللي الناس كلها تتعاطف معها. صحيح. كل ما تمتلك هذا يعني هذا الاختيار إنها وضعت الإنسان المصري وخاصة الشباب أمام فكرة الاختيار الإيجابي وليس الاختيار السلبي، بمعنى إن العقيد منسي هذه الشخصية التي أصبحت شخصية نمط، أصبحت رمزا للواقع المصري الجديد وللشخصية المصرية بشكل عام، أعطت نوع من أنواع التحفيز لا أقول للشاب المصري فقط ولكن أقول للشباب العربي، لأنه احنا شفنا إن مسلسل الاختيار يعني حاز على المشاهدة ليس في مصر فقط ولكن المنطقة العربية برمتها خاصة فئات الشباب. أنا عايز أقول كمان إن الاختيار هو بيجسد حالة من حالات التنوير ويعني إزالة الزيف الموجود في العديد من الشائعات المنتشرة هنا وهناك. أنا أعتقد إنه الاختيار وغيرها من المسلسلات حتى السابقة إن كانت جمعة الشوان أو دموع في عيون وقعها أو حتى رفض الهجان، الفيلم العظيم فيلم الممر، مسلسل الزيبة، كل هذا التاريخ المعاصر من الدراما المصرية اللي بتؤكد على إن الإنسان المصري إذا وقف موقفا مدافعا عن أرضه فإنه بيمتلك عقيدة العدل ويمتلك أيضا عقيدة الاختيار الإيجابي. والمسلسل وضعنا أمام ثنائية غريبة جدا، إذا وقفت مع وطنك فأنت رمز مثل أحمد منسي، ولكن إذا خنت هذا الوطن ستصبح في النهاية مثل هشام عشمان. نعم. اللي نعم. هذه الدولة. نعم. أبقوك أبقى معي دكتور شريف وأنتقل للأستاذ سعيد عبد رئيس اتحاد الناشرين المصريين. أستاذ سعيد أهلا بحضرتك معايا وكل عام وأنت بخير. أهلا بيك وكل عام وأنت بخير وكل المشاهدين بخير ونعم. طبعا لازم اكلمك في دور الناشرين المصريين وفكره ان احنا عندنا مشكله بقالنا سنين بنتكلم فيها، وكنا بنتهم الشباب المصري ان هو ما عادش بيقرا وان هو بعد عن الثقافه وان الذوق نزل، ما عادش حد بيشتري نجيب محفوظ ولا احسان عبد القدوس، والشباب لما تيجي تكلمه بيتكلموا يقول لك يسمع اغاني المهرجانات احسن، ودخلنا بقى في عصر الكتاب الالكتروني والشراء وطبعا التزييف فيها ايضا. شايف بعد أزمة كورونا وبعد الأزمات اللي مصر مرت بيها ونجحت إن هي تعبرها، بنشوفها في الاختيار، بنشوفها في حاجات كتيرة، الشباب شايفه إزاي ودور النشر بعد كده هيكون إزاي؟ هو أولا يعني فكرة إنه الشباب ما بيقراش أو الشباب عازف عن القراءة، الحقيقة دي فكرة مش صحيحة.
بدليل ان عندنا معرض القاهرة الدولي يمكن كان عدد الرواد يزيد على 2 مليون مواطن او يمكن يصل ل 3 مليون مواطن. صحيح. الحاجة الثانية كلما الكتاب او كوسيلة من وسائل الثقافة من المفروض انها تنتقل لكل مكان في مصر وانها تبقى قريبة من القارئ، وعشان كده القارئ محتاج انه الناشر يتحرك له مش العكس. فيمكن دي الحقيقة انا بقول هي يعني محنة ومنحة ان احنا نقدر نصل للناس. وكان في مبادرة من اتحاد الناشرين اللي هو خليك في البيت مع خير جليس، ازاي ان احنا نقدر نوصل الكتاب من خلال دور النشر المختلفة. احنا عندنا 1500 عضو في اتحاد الناشرين لجميع انحاء مصر من خلال التوصيل المجاني. نعم. ودي الحقيقة حققت نتيجة طيبة جدا واقبال شديد. الحاجة الثانية انه طبعا احنا الفرصة ان النشر الالكتروني بيشتغل، والنشر الالكتروني بيبقى سهل يتيح فرصة لكل واحد هو من خلال وهو قاعد في البيت بيقدر يعني يختار ما يراه من الكتب، زي ما بيختار الورق وبنوصل لغة البيت بيقدر يختار الرقمي ويتيحه للأطفال لأفراد الأسرة بمختلف مستويات المعرفة. طيب اسمح لي ان انا اقف عند النقطه ديت عشان انا عايز اتكلم عن النشر الالكتروني لان الوقت بيدهمني. هرجع لدكتور شريف واعود لحضرتك مره ثانيه ارجوك ابقى معايا استاذ سعيد. دكتور شريف، فكره الانتقال الالكتروني بالذات في الوقت اللي احنا مضطرين فيه ان احنا نكون قاعدين في بيوتنا، هنا في ناس خايفه على الكتاب ان هو يختفي، ناس خايفه على الجرائد ان هي تختفي، ناس خايفه ايضا على عقليات الشباب في الاختيار. عندنا يوتيوب مفتوح من جميع أنحاء الدول بأشكال مختلفة، إزاي أقدر ما أقولش أسيطر على الثقافة ولكن أقدم الجيد منها للشباب المصري واستفيد بهذه الفترة، فترة كورونا تكون منحة وليست محنة؟ طبعا بشكر حضرتك، ويعني هبدأ بالختام كلام حضرتك وهي مسألة إن كورونا تحولت رغم إنها يعني فيها سوءات، يعني كلها سوءات، ولكن هي أعطتنا فرصة لإعادة تصويب يعني الرؤية للواقع وتصويب رؤيتنا حتى لمفهوم الثقافة. نعم. واسمح لي في هذا اللقاء أشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم لهذا المجهود وهذه المبادرة اللي استطاعت من خلالها أنها تقدم يعني نموذج حقيقي للخطاب التنوير المصري. نعم. والتراث الثقافي المصري اللي وصل لمعظم الشباب المصري خاصة الشرائح اللي في الثانوية العامة وفي الجامعة. نعم. إنه دول ولاد التكنولوجيا ودول ولاد الخطاب الثقافي. صحيح. الشيء الثاني وهو مسألة البي دي اف او الخطاب الالكتروني واستخدام المنصات الالكترونية، انا اعتقد على مستوى العالم ككل نحن جميعا في هذا الكوكب بنعتمد بنسبة 70-80% الان على التكنولوجيا وعلى المنصات الالكترونية، واعتقد ان الكتاب البي دي اف بدأ بالفعل الاهتمام به ان كان من دور النشر كانت خاصة او كان حتى حكومية، وكمان الشباب لانه في معظم وقته هو على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الشات وعلى الويب سايتس الموجوده في كل انحاء العالم مش في مصر فقط، وبالتالي الكتاب الالكتروني لا سيتقدم الفتره المقبله خاصه في وجود مثل هذه الانواع من الجائحات او الجوائح. ولكن احنا بنقول ان يعني الجزء الورقي ايضا أكيد هيبقى طبعا لأن في معجبين بيه. نعم. سيستمر وسيأخذ يعني أنا بشكرك متخدم. أنا بشكرك دكتور شريف الجرائي أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. أستاذ سعيد سريعا كده، فكرة هل خايف على الكتاب أو الجرائد الورقية أن هي تختفي؟ لا الحقيقة لا. أنا أنا بقول الكتاب الورقي والورقيات ستستمر طالما أن المحتوى ثمين. نعم. كان بيقدم محتوى جيد لازم تأكيد. الشيء الثاني برضو أنا أقول لحضرتك الفترة اللي فاتت وزارة الثقافة قدمت شوية يعني مجموعة من المجهودات الطيبة. نعم. في كل المجالات، يعني إذا كان كنوز الثقافة المصرية المتاحة عندنا من منصات رقمية، إذا كان موسيقى أو غناء أو كتاب أو مسرح، تقدم في الفترة اللي فاتت مجموعة جيدة جدا لاقت إقبال والحياة ستستجوى كبيرة جدا. ازاي نقضي الوقت
كل صحيح شهر صحيح رمضان صحيح او في خلال الجائحه او في خلال العيد كمان. كل عام وانت بخير استاذ سعيد، انا بشكرك على وجودك معايا. كل عام وانت بخير ودكتور شريف بخير وكل المصريين وكل العالم العربي والاسلامي بخير والعالم كله اجمع. بشكر دكتور شريف الجيار استاذ النقد والادب المقارن بجامعه بني سويف، الاستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين. وبكده مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير. الثقافه وانت في بيتك، تابعوا قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب هتلاقوا ما يعجبكم دائما، وطبعا أكيد تابعونا على قناة النيل الأخبار. هذا هو سؤال حلقة الغد من همزة وصل وهو كالتالي: كيف ترى أهمية الالتزام المواطنين بسياسة التباعد الاجتماعي لمواجهة كورونا؟ سؤال من أسئلة همزة وصل. دائما نتمنى لكم السلامة في بيتكم وفي التباعد الاجتماعي، ونقضيها شاد بقى على مواقع التواصل الاجتماعي، نعايد على أهالينا، بس المهم إن احنا نحافظ على صحتنا ونخاف على نفسنا. بشكركم مشاهدينا الكرام، بكلمكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين عطف. إلى اللقاء.